السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا حلقة هنتكلم فيها عن دور الهيومك في تحسين كفاءة اليوريا. في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، محتاجين أننا نعظم الاستفادة من أي مدخلات أو مواد بأقصى شكل ممكن. والحقيقة أن من ضمن الأشياء التي تزيد من كفاءة الاستفادة من سماد اليوريا ألا وهو الهيومك، لأنه معروف أن اليوريا ممكن أن تفقد بالتطاير في صورة أمونيا، وهذا الفقد قد يصل إلى 20 إلى 50%، لكن الهيومك قلل من فقد اليوريا بنسبة تتراوح بين 31 إلى 36% مقارنة مع اليوريا وحدها، حيث أن الهيومك يعمل على احتباس الأمونيوم، كذلك الخفض المؤقت لبي اتش التربة، والذي يؤدي بها إحداث وسط حامضي يؤدي إلى تأخير تحليل اليوريا. كما أن نسبة النيتروجين الممتص من الأسمدة النباتي ارتفع من 31 إلى 37%، وزادت كفاءة استخدام النيتروجين من 33 إلى 44%. يعني الخلاصة أنه يمكن زيادة كفاءة اليوريا والاستفادة منها بالهيومك. إزاي نستفيد تطبيقيا من هذا الكلام؟ مثلا لو زارع ذرة، فبضيف سماد اليوريا بتاعي عادي تكبيش جنب عيدان الذرة، وانا بنزل ماء الري، بنزل معاه كيلو هيومك على الحوال، وبكده احافظ على وجود الكيماوي جنب عود الذرة، وفي نفس الوقت احسن استفادة الذرة من اليوريا، وبكده احافظ على اليوريا من التطاير واستخدامها للنبات باستخدام عالي غير المعتاد. وبكده يعتبر وصلنا لنهاية الحلقة. أي استفسار أو أي أسئلة اتركوها بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.